قال صلى الله عليه وسلم برضو بيبين حقيقة الدنيا. شوف النبي عليه الصلاة والسلام قد إيه النبي كان بيطبطب على قلوب الناس، بيشرح حقيقة. قال: ما الدنيا في الآخرة، يعني حجم الدنيا في الآخرة، إلا كما يضع أحدكم إصبعه في اليم، حط إصبعه كيف البحر، فلينظر بما يرجع. الآخرة هي المحيط الكبير، والدنيا هي النقطة اللي تطلع مع إصبعك كده. أدي متح الدنيا دي كلها عبارة عن النقطة اللي طلعت من البحر. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ليس الغنى بكثرة العرض. الغنى مش أننا يكون عندي عربيات كتيرة وبيوت كتيرة، ده عند الناس عند البشر، ولكن الغنى غنى النفس، إن أكون راضي. راضي أصلا أنا لو عندي عربيتين ثلاثة بس حاسس أن أنا ربنا ما ادانيش، إذن أين المتعة؟ لكن لو كان عندي عربية واحدة أو ما عنديش أصلا، لكني وأنا ماشي كده كل ما بص على واحد أحس أن أنا أحسن منه، أحسن منه مش كبرا، أحسن منه أحس بفضل ربنا عليا، أحسن منه في النعم. عمري ما بص وأقول إيه ده، هو شمعنا ربنا اداله أكتر مني، لا، أنا ربنا أكرمني أكتر، أنا ربنا سترها معايا، أنا ربنا يكفي أنه هو خلاني أفكر في نعمته. عكس المفروض تبص في الدنيا، المفروض أنت ماشي في الدنيا يبقى الواحد على طول بيبص للي أعلى منه في الدين ويبقى راضي، ما يبصش للي أعلى منه في الدنيا. لذلك هذه الدنيا لازم نرتفع عنها ونعرف أن احنا أكرم عند الله من أن احنا نبقى في هذا التراب. سأترك وصلكم شرفا وعزا لخسة سائر الشركاء فيه. اللي بيتخانقوا على الدنيا دول، شوف الإمام الشافعي يقول: من أحب الدنيا لزمته العبودية لأهلها. تحب الدنيا؟ خلاص اعبد مديرك، يعني اسمع كلامه في الخير والشر، هو مطاع، رب مطاع بالنسبة لك عشان يديك الفلوس، ما انت بتحب الدنيا بزيادة. بتحب الدنيا اعبد الفران اللي بيعمل لك العيش، لان ده اللي بيأكلك مش ربنا عز وجل. واعبد اصحابك اللي بيضحكوك ويبسطوك. من احب الدنيا لزمته العبودية لاهلها. سأترك وصلكم شرفا وعزا لخسة سائر الشركاء فيه. لو كثر الذباب على طعام رفعت يدي ونفسي تشتهيه. ولا تشرب الأسود من بئر ماء إذا كان الكلاب يلغن فيه. الأسود ما بتشربش من بئر المية، أصل في كلاب كانت بتشرب. أنا أسد والأسد لا يقع على الماء. أنت عارف الأسد تسمى ملك الغابة ليه؟ عشان لا يأكل الميتة، ما بيأكلش ورا حد، ما بيشربش ورا حد، ملك الغابة، لأنه هو مسيطر على شهوته حتى لو شاف الأكل قدامه، لكن دي مش الطريقة اللي بأكل بيها، فسمي ملك الغابة. وإحنا إحنا بشر، إحنا ولقد كرمنا بني آدم، مش ممكن يكون حيوان نفسه أشرف مننا. إعلى وانظر معنا إلى باب الجنة، قول: يا رب نفسي أقف على باب الجنة. أنا هبدأ بقى إيه، أبعد شوية كده عن اللي متقلني وأقول: يا رب رزقني حب الآخرة. وكل ما تتعارض الآخرة مع الدنيا أقول: يا رب الدنيا، لا، الآخرة هي اللي في قلبي والدنيا في إيدي، فيسهل ترك الدنيا. يلا نركب سفينة الآخرة، ومن بكرة بالحلقة الجاية على طول نبدأ نبحر مع الصالحين، هم روحهم بتفارق جسدهم والرحلة الجميلة. شو مالك يا أمورة، شو اللي مزعل حالاكي؟ قوليلي سرحاني بشو، عقلك منو معاكي؟